السؤال بعد كده بيقول: ما حكم شقق الاجتماع الاسكان الاجتماعي؟ هل هي ربا؟ لا، ليست بربا، لان هو شايف ان هو بيدي لك الوحده بثمن بالتقسيط اكتر من ثمن الوحده عندما تكون كما يقولوا كاش يعني. لا، ده نوع من انواع البيع بالاجل وده صحيح. يبقى اذن يبقى الحكم شراء الشقق الاسكان الاجتماعي اللي انا بقول عليه ده، ان احنا نكون نروح ناخد هذه الشقق ونعمل ايه، ونقسط ثمنها ونسدده على اقساط، وبعد كده يبقى هناك حظ على البيع لغايه ما اسدد الاقساط، فده ليس فيه ربا، ولكن هذا جزء وشكل من اشكال البيع بالتقسيط، بيع الوحده بالتقسيط. يا ساده، احنا النهارده اتكلمنا عن حاجه مهمه خالص، اتكلمنا عن جليس سيء بس حولناه الى عمل ايجابي. الجليس السيء كان هو الرفض وشيطنه الاخر، والعمل الايجابي هو نشر الحب والعيش والسواسيه ونبذ الكراهيه والعيش المشترك، وكل هذا سنه حبيب الرحمن سيد ولد عدنان سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي دعانا دائما إلى الخير في كل زمان ومكان. فاجعلنا على ملته، واجعلنا في صحبته، واجعلنا على قلبه، واجعلنا في طيبته، يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين.